ملبن اهي ملبن خلصت. بصوا مشرطه هيتحط فيها ايه؟ رز ولحمه ونعناع ونحيقها بقى، مفهوم؟ استني يا بتشيلي يا بت رضوى اللي انت حطيتيها دي، فكرك انا مش شايفاكي ولا ايه؟ اهي ما خدتش مني ثانيه اللي بتقعدي في الواحده 10 سنين اهي. امسكي رصيها امسكي. حضر لك الخير يا اختي كملي. طارق ولا يا طارق دي ميدان اوروبا هوبا ايه؟ عصير على نفسي مانجا واخد الدنيا دي زنجه زنجه. صباح الفل يا امي. صباح النور يا عين امك. ايه في ايه يعني بقالك كتير قوي ما سمعتكش ولا شفتك وانت مبسوط كده؟ ده انت من يوم ما اتخرجت من سنتين ثلاثه يعني. انا غلطت في البخاري برضو؟ في ايه؟ مفيش، كل خير. ادعي لي يا امي، عندي النهارده 3 انترفيو او يعني 3 مقابلات في 3 شركات مختلفة. كنت هتقول في يوسف صح؟ انا عارفاهم. اوعك تفتكر يعني ان انا جاهلة. انت يا بنت انت ما تستعبطيش، انا شايفاكي والله العظيم لا خليكي تفضي الحلة كلها وترجعي تعمليها تاني من اول وجديد. اشتغلي كويس. ايوه. بقول لك ايه؟ اه. انت ليه تروح تعمل يعني مقابلات كده في شركات عشان تدور على شغل؟ وشغلنا احنا مين يديره؟ مين يشوفه؟ ها؟ مش جحا اولى بلحم طاره؟ يا ماما ما هو ماشي كويس من غيري، وبعدين انا عايز اعتمد على نفسي، عايز ابقى راجل عصامي كده. زي ابويا. ايوه زي ابوكي بالظبط. هفطرك بقى عشان تجمد كده. بنت حطي لي طاسه على النار فيها معلقتين سمنه وبيضتين وحده جبنه قريش وقرمشي حبه عيش. بنت ما تعمليش اي حاجه من الكلام ده. لا ماما مستعجل لازم امشي بقى. طب يا حبيبي ربنا معاك. يسريه. ايه يا حبيبي؟ اعملي كده. اعمل كده ايه؟ اها اعملي كده بس. قلبي يا مصرية يا وانتاجي. ولا بقول لك ايه؟ اوعى إيه لو جيراننا اللي جنبينا دول حد تعرض لك ولا بصلك هتعمل ايه؟ هودي وشي الناحيه الثانيه.